يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أسأل الله سبحانه بإقلاعي عن الذنوب وتوبتي والصدقة والستر على خلقه؟ هل يجوز ذلك؟ نعم، يجوز أنك تدعو الله بأن يوفقك للعمل الصالح ويصرفك عن العمل السيء، ولكن مع الدعاء تجنب المحرمات وافعل الطاعات، تدعو وتعمل، الدعاء فقط وأنت مصر على ما أنت عليه من التقصير أو من المخالفات، تدعو وتعمل. نعم.